نتحول إلى البحيرة، وزميلنا محمد أبو عيطة بالتأكيد أيضا لديه المزيد من التفاصيل ولديه أيضا يعني أخبار مختلفة. إليك محمد. تحياتي دعاء. بالفعل البحيرة كما تعلمين في آخر إحصائية في 2018، في آخر إحصائية رسمية، كانت يعني تعداد السكان كان قد تخطى في ذلك الوقت 6,200,000 مواطن، ربما اقترب الآن من حوالي 7 ملايين مواطن. والبحيرة تعلمين أيضا أنها واحدة من أهم المحافظات في الدلتا على صعيد كورونا، فإن معدلات الإصابة تبقى في المعدلات الطبيعية كغيرها من المحافظات المجاورة. لم نشهد هنا يعني حالة من الطوارئ في خلال الفترة الماضية أو زيادة في أعداد الإصابات بشكل يدعو للقلق الشديد كما في يعني أماكن أخرى. نحن الآن في مستشفى دنشال التعليمي، الآن هناك 4 من المراكز الجاهزة والتي تتعامل بشكل مباشر وعلى مدار اليوم في تطعيم المواطنين، واحد هنا في أحدها هنا في مركز دنشال في مستشفى الكبد بدنشال، الآخر في مدينة كوم حمادة، والثالث في مدينة دمنهور وهي عاصمة المحافظة، والرابع في إدفينة، وهناك مراكز أخرى يجري التحضير لافتتاحها خلال الأيام المقبلة للتعامل مع كل من يستطيع وكل من يريد من المواطنين أن يتلقى لقاحات كورونا. الآن في هذا المستشفى أرحب بالدكتور وجيه الجندي وهو مدير هذه المستشفى والمسؤول أيضا عن متابعة تطعيم المواطنين ضد كورونا. برحب بحضرتك يا دكتور، ويعني أولا هل هناك لمست بالفعل وعي من المواطنين هنا في محافظة البحيرة لتلقي اللقاح، أم أنه حالات الإقبال أو عدد الإقبال من المواطنين لا يزال ما دون المتوسط؟ لا، بفضل الله هنا الناس الوعي عالي، وإحنا هنا بنطعم في حدود من 200 ل 300 حالة يوميا، والناس بفضل الله مستجيبة وبتتعاون معنا بقدر المستطاع، واخدين كل الاحترازات ضد فيروس كورونا، الناس لابس الماسك، متباعدين، وكبار السن لهم كراسي متحركة، وكل التسهيلات متاحة للناس بفضل الله. حضرتك بتقول ان هنا في هذا المركز وحده 300 مواطن تقريبا يوميا. 300 مواطن يوميا بيتلقوا تطعيمات ضد كورونا. حتى الان يعني بتعطوا الجرعه الاولى فقط، ام انه هناك الان بعض المواطنين بدا يتلقى الجرعه الثانيه؟ لا، احنا بفضل الله عندنا نوعين من انواع التطعيمات، عندنا نوع سينافارم وعندنا استرازينكا. سينافارم في دلوقتي بادئين في الجرعه الثانيه، ناس كتير بتاخدها، والاسترازينكا لسه هنبدا في الجرعه الثانيه لان الميعاد بيبقى اطول شويه في الاسترازينكا في حدود 3 أشهر، لكن السينافارم الناس بدات تاخد الجرعه الثانيه كمان بفضل الله. يعني يا دكتور لو حضرتك تعطينا ايضا بعض التفاصيل عن فئات المواطنين اللي بيعطوا لحضرتك، انا هل هم كبار سن، هل هم شباب، هل هم سيدات، هل هم رجال، هل هناك عنصر يغلب على عناصر اخرى، ام انه هناك الجميع لديه حاله من الوعي والجميع ياتي بشكل متساوي؟ لا، فضل الله عندنا جميع الفئات العمريه، لكن الاكثر طبعا الفئات الطبيه هي اللي بتجي لنا اكثر، وبعض الفئات الطبيه كبار السن خاصه اصحاب الامراض المزمنه، وبرضه في فئه الشباب اللي بيسافروا خاصه واللي عندهم امراض مزمنه، دول كلك متواجدين معانا بفضل الله. هنا المستشفى يعني قريبة أيضا من عديد من الأماكن الريفية، وهي تقع في مركز يعني له طبيعة ريفية بالأساس، باعتبار أن الاقتصاد الزراعة هي الأساس هنا في مكونات الاقتصاد. هل بيأتيك أيضا مواطنين من قرى نوعا ما بعيدة نسبيا عن هذا المستشفى، أم فقط في الأماكن المحيطة به؟ تمام، دي بفضل الله وبفضل الحملة الإعلامية وبفضل تعليمات الوزارة ان التطعيم والاخبار عن التطعيم وصلت لكل الناس، حتى الناس الفلاحين العاديين بيجوا هنا بفضل الله يطعموا، يعني في ناس لا تقرا ولا تكتب ومع ذلك حجزوا على النت وجوم وخدوا التطعيمات، وبفضل الله الامور ماشيه كويس. هل بيعلموا ايضا المواطنين بانه هذا التلقيح مجاني، ام انه البعض لديه معلومه مغلوطه؟ في بعض الناس بيتصلوا بينا بتليفوناتنا وبيسالوا هل في فلوس بتندفع او لا، وبنبلغوهم، والبعض الاخر بيبقى شاكك لحد ما بيجي بيشوف بعينيه. احنا عندنا تعليمات مشدده من سيده معالي وزيره الصحه ومن الاستاذ الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئه المستشفيات التعليميه، بممنوع تلقي اي مبالغ من اي حد في المستشفى ايا كان لتقديم خدمه لمتلقي لقاح كورونا. وبفضل الله اللقاح مجاني تماما، المواطن لا يتكلف اي شيء الا بس انه يوصل المستشفى واحنا نقابله ونبدا الاجراءات معاه مجاني كل الاجراءات. يعني يا دكتور في اثناء الان في اثناء الصيام ربما بعض المواطنين ايضا يرى انه يعني ربما يتخوف من انه يتلقى التطعيم الان في اثناء ساعات الصيام، هل هناك اي اعراض لمستوها خلال الفتره الماضيه في اثناء او من بدايه رمضان؟ لا، احنا من بدايه رمضان ما سجلناش اي اعراض جانبيه للقاح، حتى انا نفسي خدت اللقاح
وبفضل الله ما فيش اي اعراض الا شويه الم في الذراع، احيانا حراره طفيفه، بياخد شريط برامول وبتنتهي المشكله. لكن لان الناس عندها فكره ان التطعيم قد ياثر عليهم اثناء نهار رمضان، لذلك كان تعليمات السيده معالي وزيره الصحه ان احنا نمد العمل لحد الساعه 10 مساء. ومع ذلك بفضل الله الناس بتيجي في النهار، وبدا في وعي عند الناس ان اللقاح امن وما فيش اي مشاكل منه سواء صايم او بعد الافطار. شكرا جزيلا دكتور وجيه الجندي مدير مستشفى دانشاي للتعليم، وكما استمعنا اليه دعاء فانه المركز هنا يبقى على استعداد دائم للتعامل مع المواطنين ويعني تطعيمهم ضد فيروس كورونا على مدار اليوم وحتى العاشرة مساء من كل يوم، وهو يعاولون كما ترين كامل الفريق الطبي هنا يعاول على زيادة وعي المواطنين في الفترة المقبلة وإقبال ومزيد من الإقبال أيضا على تلقي هذا اللقاح، مع استعداد وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة لزيادة أعداد مراكز التلقيح هنا في محافظة البحيرة لتزيد عن 4 في الفترة المقبلة. إليكِ.